اللي في البطولة الأولى في الموسم هذا حققوا يعني أرقام جيدة جدا في مشاركتهم المحلية، وهذا انعكس على التنافس حتى إحنا القدامى في الفريق أنه يعلي عليك سقف المنافسة. شاركنا بأكثر من بطولة خلال الصيف اللي طاف، شاركنا في 3 بطولات اللي هي بطولة آسيا في كردستان العراق، الحمد لله حققنا فيها نتائج جدا طيبة. لما نتكلم عن منتخب الكويت على المستوى الخليجي أو المستوى العربي يحسب له 1000 حساب، لأن منتخب الكويت على المستويين المحلي الخليجي والعربي يعتبر من إذا مو الأول الثاني، بس يعني من الفرق اللي دائما مرشحة للبطولة. طبعا لعبة القوس والسهم بشقين الأولمبي والمركب راح تاخذ تقريبا من اللاعب ممكن وقت فراغ، اغلب وقت فراغه، وخصوصا لما يكون موظف او طالب، بس هي بنفس الوقت تاخذ وانت مستمتع. هي تتطلب منك التركيز، تتطلب منك ان تكون على طول فورمة عالية بدنيا وذهنيا، بحيث انك تكون يعني قادر انك تتمرن تمرينك اليومي، قادر انك تشارك في اي بطولة مفاجئة. يعني احيانا ممكن تصير عندك بطولة يقول لك مثلا الاسبوع الجاي انت مسافر، تكون بطولة مفاجئة انت مو محضر لها ولا مجهز، فلازم تكون على مدار الموسم الرياضي تكون جاهز. التحضير ما يحتاج منك اي شيء، لان انت على مدار الموسم تكون جاهز باي لحظة. طبعا تكون جاهز بمعنى ان انت مثلا ما تقطع فتره طويله عن التمرين، لان اللعبه هذه ما تقدر تاخذ فترات استراحه طويله مثلا اجازات طويله، لان هذا راح يقلل. احنا في اللعبه هذه العضل اللي تستخدمه والعصب ما يتحرك في اي لعبه ثانيه، هو يتحرك ويبني على القوس، لان اماكن معينه في الظهر في الكتف هذه هي اللي تتحرك، ما تتحرك في اي لعبه ثانيه. فلما توقف رماية تبدأ العضلات هذه أو العصب يبدأ يريح، فعشان ترد مستواك مرة ثانية راح تأخذ فترة أطول. مثلا خذيت وقفت أسبوع راح تأخذ أسبوعين على ما ترد. فإحنا نحسب يعني حتى إجازاتنا وهذا وسفراتنا نحسبها بالملي، إن بحيث أنه ما أقطع فترة طويلة، أقسم إجازاتي بحيث أنه ما أقطع فترة طويلة عن اللعبة. طبعا التمارين المطلوبة في اللعبة هذه ماكو أي شيء يعني صعب، اللي هي تمارين سويدي وتسخين الأكتاف وتسخين اليدين، بحيث أن تكون عندك مرونة وليونة ترمي بالقوس. طبعا تبدأ في القوس، البداية يبدأ الواحد مثلا من أقواس مبتدئين لحد ما يعدل التكنيك أو طريقة الرماية الصحيحة يحفظها، يبدأ يصعد لما يوصل القوس المحترفين. ممكن ياخذ معاه في لاعبين مثلا خلال 6 أشهر ممكن يوصل قوس المحترفين، وفي لاعبين لا ياخذ فترة أطول لأنه يكون عنده مثلا طريقة معينة في الرماية، بحيث أنه يتم تعديل الأخطاء أو يتم تعديل هيكلة الجسم، أنه بحيث أن أنت يحتاجك التمرين الفلاني أنا ما يناسبني، يناسب اللاعب الثاني. فكل لاعب على طبيعة جسمه على طبيعته هو يحتاج ستايل خاص فيه، فهذا يقيم المدير الفني للمنتخب والمدربين المساعدين اللي معه. طبعا اكثر التمارين اللي نستخدمها احنا في لعبه القوس والسهم اللي هي الالاستيك باند، بحيث انه يعمل تمدد للعضلات، يعمل مثل ما تقول الاسترخاء المطلوب حق العضله، سواء قبل التمرين او بعد التمرين، وبعد التمرين يكون اهم من قبل التمرين، لان بعد التمرين انت محتاج وصلت مرحلة أنه شاد جسمك بالكامل، فتحتاج أنه ترخي بحيث أنه لا قدر الله ما تحوشك إصابة، لأن اللعبة هذه لازم تكون بعد التمرين تكون بتمارين الاستطالة والاسترتشات، بحيث أنه ما تحوشك إصابة. الإصابة صعبة شوي في هاللعبة لأن أماكن معينة فتكون متعبة شوي، لكن طالما أنك تحافظ على تمارينك وتحافظ على تمارين الاستطالة بعد التمرين وقبل التمرين بإذن الله ما راح يصير فيك إلا الخير. طبعا من الأخطاء اللي اللاعب لما توصل درجة الاحتراف أو تمثيل منتخبه أو تمثيل دولتك لازم تكون
مو حاط ببالك قبل بطولة أي بطولة تشارك فيها، ما تحط ببالك مثلا أن أنا راح أسوي وأنا راح أخذ الأول وأمشي، لأن أول ما تحط ببالك هالشغلة هذه أنت هذه أول خسارة لك، راح تخسر مباشرة. وشفناها مع لاعبين مش كثر، يعني كان أذكر مرة في أولمبياد لندن أعتقد اللاعب الكوري حقق رقم ما حد سبقه ولا حد سواه بالتاريخ بعده، اللي هو 700 من 720 نقطة في لعبتنا، هذا يعني من الاستحالة. طلع من أول مباراة مع لاعب يعني مغمور، لأنه حط بباله تارجت معين أن أنا خلاص أنا وصلت مرحلة أن راح أفوز بهالبطولة، طالما استهنت في المنافس أنت خسران، أو حتى لو فزت بتفوز يعني بصعوبة وشق الأنفس، وراح يأثر عليك في الأدوار الثانية، لأن تكون استنزفت طاقتك واستنزفت جهدك في المباراة هذه عشان تطلع منها بأقل خسائر. فلازم تكون ان ما تحط ببالك في البطولة هذه ان انا راح افوز بالمركز الفلاني او راح افوز بالكاس او راح افوز بالهذا، لا، دش البطولة كأنها اول بطولة لك، تركز تسوي اللي عليك، اللي سويته في التمرين تسويه في البطولة، التوفيق بيد رب العالمين. دائما في الرياضة يقول لك قدم الأداء وانتظر النتيجة، لا تنتظر النتيجة وانت قاعد تقدم الأداء بنفس الوقت، قدم الأداء بعد ما تقدم الأداء انتظر نتيجة الأداء بعده. إذا تبي بوقت الأداء أنت قاعد تحسبها بمخك أو حاطها ببالك تارجت معين، أنت خسران، لأن أنت شتت، أنت خذيت من حظ المباراة في جهدك، حطيته بمخك أن أنت لازم تفوز، فأنت شتت نفسك، أنت مو مركز مع المباراة، أنت مركز بنتيجة المباراة اللي ما حصلت لي الحين. فأول خطأ اللي هو هذا مقبرة أغلب اللاعبين اللي يدش البطولة شايف نفسه انه هو البطل، وصارت في اكثر من مره ضربت المثال اللي قبل شوي وغيره اكثر. طبعا لما تشارك ببطولات، احنا لعبتنا هذه دائما اغلب البطولات يعني 90% او 95% من بطولاتها اوت دور، ما في اندور، فانت معرض انه يكون مطر، انه يكون غبار، انه يكون هواء، انه يكون رطوبه، يعني معرض لجميع انواع الطقس. يعني احنا رمينا في بطولات درجة حرارة ممكن 50، أنت تحت الشمس، لازم تكون أنت ماخذ احتياطات الطقس هذه أنت عارفها، ماخذ احتياطاتك سواء من إذا كان مثلا شمس وحر، تكون يعني عندك القدر الكافي من الماء، من العصائر اللي تعوضك في أثناء المنافسات، إذا كان الجو بارد مثلا ماخذ احتياطاتك في اللبس بحيث أنه يكون خفيف ويدفيك، لأن في لعبتنا ما تقدر تلبس أي ثقيل. أثناء المنافسات مثلا أنت تكون حاط ببالك إذا هوا شلون ألعب مع الهوا، في ناس مثلا عندهم قناعة إذا هوا ما أتمرن، زين أنت إذا ما تمرنت في الهوا وصارت بطولة في الهوا شنو اللي راح تسويه؟ فلازم التعود في التمرين عشان يبين معك في البطولة، البطولة هذه هوا، البطولة اللي بعدها مثلا مطر، البطولة اللي بعدها مثلا غبار، فلازم تتأقلم على جميع الأجواء اللي ممكن تحصل، لأن مهما كان الطقس حالات نادرة أن يأجلون البطولة عشان الطقس، يعني لما يكون الطقس كارثي جدا يتم تأجيل البطولة، لكن الغالب لا، تقام البطولة، اللي سويته في التمرين أنت راح تسويه في البطولة. إذا ما تمرنت في الهواء والمطر والبرد والحر ما راح تقدر تأدي في البطولة يعني لنفس الجو اللي أنت تمرنت فيه. طبعا من البطولات اللي ما أنساها كانت عندي مشاركة أنا وإخواني اللاعبين في البطولة الدولية في قرقيزية 2019، كانت بطولة تحدي بالنسبة لنا، يعني خذيناها إحنا وإحنا قاعدين نتمرن في النادي، إن صاحبنا الله يذكره بالخير عبد الله مال الله قال في بطولة صار راح تصير بقرقيزية، فكلمنا إدارة النادي وجزاهم الله خير وافقوا، المهندس عاجل العتيبي وافقوا على هالبطولة وشاركنا فيها، كانت بطولة دولية تقريبا فيها يمكن 20 أو 25 دولة، فشاركنا فيها وخذيناها تحدي بيننا أن البطولة هذه بنرد بالميداليات. فالحمد لله توفقنا في الفردي والفرق بذهبية وبرونزية، كان يعني إنجاز لنا، وكانت بطولة من أجمل وأمتع البطولات اللي شاركنا فيها.